من جديد بجد تحيه كابتن ايمن معي المدير الفني لفريق مصر المقاصه، طبعا الكابتن الكبير نجم الكوره كابتن محمد عبد الجليل اللي ما شافكش بتلعب كوره فاتوا كتير. بقول لك ارد لك النهارده خساره من النادي الاهلي، بطل افريقيا، بطل الدوري، حامل اللقب باربع اهداف مقابل هدف. اديت شوط اول ولا اروع ولا اجمل، تقدمت على النادي الاهلي بهدف، قدر الاهلي يتعادل في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى الاهلي خلاص بقى قوه امكانيات، قدر يحرز ثلاث اهداف في الشوط الثاني ويخلص الجيم اربع اهداف مقابل هدف. يعني مبروك للنادي الاهلي طبعا. سلم على الكابتن ايمن والضيوف اللي معاه. طبعا اداء الشوط الاول الاولاد نفذوا اللي احنا قلنا عليه وقفلوا المفاتيح واشتغلوا. الشوط الثاني باصة غلط بعد ربع ساعة من لعيب عندي، أنا قايل لهم محدش يغلط قدام النادي الأهلي، مفيش بيس باص قدام النادي الأهلي. الأخطاء ممكن تخطأ في أي فرقة تانية، إنما مع النادي الأهلي بالذات ما تخطأ على طول هو بيستفاد منها، من اللعيبة إمكانياتها برضو الفروق الفردية باينة. إنما يعني أنا ماسك بقالي سبع ماتشات، نفس السلبية بتاعة دجلة هي السلبية بتاعة ماتش الأهلي برضو الشوط الثاني، استرخاء معرفش بدنيا بقى ذهنيا فنيا. هنعالج الكلام ده في الشهر ونص، ولكن انا طبعا مستاء جدا لان انا راجل متربي على الفوز وما بحبش، واربعة واحد كتيره. ده النادي الاهلي وعلى عيني وراسي، والنادي الاهلي كبير انما مجريات الماتش اللي يغلط قدام النادي هيتعاقب، وانا تعاقبت باربع اهداف منهم جون انا اللي مديهم للعيبه. نص الملعب فتح، الفراوده فتحت، مهما تقعد تتكلم من بره خلاص. حاولت اعمل تغييرات بس كان الجون الثاني جه، ميسي نزل حركني شويه، فوافي في الاخر برضو مش دماغه مش معايا خالص، وانا ليا قرارات ان شاء الله مع الاداره ومع الفرقه. اللي هيكمل معايا هو اللي هيسمع الكلام وهينفذ كلامي من اول دقيقه لاخر دقيقه، اللي مش هيسمع الكلام يقعد. مش العب باي حد ان شاء الله، ومبروك للنادي الاهلي تاني، وان شاء الله يرجع لنا ببطوله افريقيا وخير ان شاء الله. ماتش افريقيا صعبه. ماتش افريقيا صعب، بس الاهلي حالته البدنيه كويسه، حالته الذهنيه كويسه. اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن مصطفى. شكرا. كابتن ايمن، دي كانت لقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقاصه باربع اهداف مقابل هدف. مليون مبروك لحضرتك، لضيوفك، لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. عوده ليك من جديد. شكرا جزيلا زميل عزيز شيف شعبان.